يقول السائل: حصل حادث بسيارتي وقد توفي شخص كان معي بالسيارة، فما الحكم؟ هذا يرجع إلى سبب الحادث. إن كان الحادث من غير تفريط منك لا شيء عليك، أما إذا كان أنت مفرط ومتسبب في الحادث عليك الدية وعليك الكفارة. الدية على العاقلة أي عصبتك وقرابتك، وأنت عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. إذا كنت مدانا في الحادث ولو بنسبة 1% عليك الكفارة،